قصة جديدة عن مقابلات عمل ولقاءات عمل راح تكون جدا مفيدة و I think inspiring. فخلينا نبلش. جاسر مصطفى, let's go. مرة من المرات اتفقت أنا وزملائي إنه نروح نعمل gathering للgraduates من جامعة قطر. فأنا تخيلت إنه نحن راح نكون عبارة عن 200 شخص مثلاً قاعدين نفس المكان, مع إنه إحنا أساساً كنا 20 شخص ولا 30 شخص اللي في الماستر أصلاً اللي في كل الدفعة. المهم تواصلنا أنا والشباب اللي بعرفهم اللي كان لهم علاقة في الموضوع ودردشنا ورحنا اتفقنا على مكان معين, وفي اليوم الفلاني في الوقت الفلاني رحنا على المكان المعين. أخبط ولا إحنا 6 اللي مجتمعين. المهم كانت جمعة جداً لطيفة وتعشينا مع بعض, أرجلنا مع بعض. فمن ضمن الحكي مع واحد من زملائي اللي كثير أنا بعزه وبحترمه صراحة إنه كيف الشغل, فإنه أنا عم بترك الشركة اللي أنا موجود فيها. فقال لي اسمع, أنت من أنك كنت executive manager بهذه الشركة وعم تعمل 1-2-3-4-5 من المهام, فأنا بعرف واحد معانا في الجامعة في الماستر, أنت يمكن ما التقيت فيه في الماستر, موادكم ما كانت متفقة مع بعض, لكنه عنده شركة بتعمل تقريبا نفس مهام الشركة اللي أنت already كنت موجود فيها, ويحتاج لشخص إنه يدير معاه الشركة لأنه هو مش كثير برضه عنده وقت متفرغ للشركة بشكل كامل. شو رأيك أرتب لك معه قاعدة؟ اللي رتب لي معه قاعدة بسرعة. فاللي صار إنه رتب لي قاعدة معه واتفقنا على الأوقات اللي إحنا ممكن نقعد فيها, وبالفعل اتفقنا إنه يجوا على المول اللي بعطي فيه في المركز الموجود هناك اللي بعطي فيه Project Management Professional Course. وقلت له بعد ما أخلص المحاضرة اللي بعطيها في Project Management بنقدر إنه نلتقي في الكافيه اللي عنا في هذا المول. ديل؟ قالوا ديل. فبالفعل نزلنا, كان الشاب القطري والمهندس القطري وصديقي المهندس كان سوري وأنا أردني. فأنا بحب هذه التشكيل الصراحة الرهيبة من الجنسيات اللي ممكن تلتقي مع بعض بثقافات مختلفة. وجلسنا مع بعضينا وبلشنا ندردش دردشات عادية عن كيف الجامعة وكيف الشغل وشو بتعمل وشو بنعمل وواء إلى آخره. فهي more into لقاء casual للحديث عن العمل in general لفتح الأبواب, مش مقابلة عمل يعني بمعنى كلمة مقابلة عمل. وفي مثل هذه اللقاءات بالوضع الطبيعي ما بتكون عبارة عن سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب, بتكون أكثر هي عبارة عن نقاش مفتوح بينك وبين الأشخاص الموجودين تتجاذبون فيه أطراف الحديث. فما حتلاقي واحد بيقول لك احكي لي عن حالك بعد 5 سنين, ولا حتلاقي واحد بيحكي لك احكي لي شو كنت تعمل في الماضي, ولا حدا بيقول لك شو هواياتك غير ركوب الخيل. يعني لا, بتكون عبارة عن زي ما حكيت لك شو عملتوا شو عملنا شو بنشتغل شو بتشتغلوا وكيف أخبار الشغل وكيف الماركت و و و و إلى آخره. ومن أهم النقاط اللي ممكن إنه بتم نقاشها في مثل هذه الجلسات ومثل هذه الحوارات إنه تدردش أنت وهذا الشخص المسؤول والأشخاص الموجودين عن إنه شو هي رؤية الشركة وشو ممكن تكون الجروث بلان وشو ممكن إنك أنت بتضيف للشركة, بس مش بشكل مباشر عن هذه الأسئلة. لكن اللي حعمله أنا راح أحط لك إياه في هذا الفيديو بقالب questions and answers أو أسئلة وإجابات لحتى تقدر تفهم إيش المواضيع اللي ممكن يتم الحديث فيها في مثل هذه اللقاءات. What applies لهذه الشركة بيشتغل في كل التخصصات الثانية, يعني مش شرط يكون بس له علاقة في المجال الهندسي, فبتقدر تستفيدوا منها ب whatever التخصص اللي بتشتغلوا فيه. إذا كنتوا your targeting to start a company with someone وتكونوا بارتنرز مع بعض, فهذا النقاش it applies لكم بنفس الطريقة لتسي بنسبة 80%. فمثلا من المواضيع الأولى اللي حكيها بشكل سؤال, شو المشاريع اللي اشتغلت أنا عليها مثلا في شركتي اللي كنت فيها قبل. السؤال الثاني مثلا ممكن يكون إنه شو كان دور الأكتيف بارتنر, لأنه كان معي 4 بارتنر أو 3 بارتنر سوري, وأنا كنت الرابع. كان في عندنا أكتيف بارتنر, كان في سايلنت بارتنر, وكان في هيدن بارتنر. فكان السؤال إنه شو كان الدور اللي بيقدمه الأكتيف بارتنر والسايلنت بارتنر والهيدن بارتنر في الشركة بجانب الدور اللي بيقدمه جاسر في الشركة اللي كان موجود فيها. والسؤال اللي بعده اللي دفنت لأي حدا ممكن يسألك إياه عن شركة أنت بتديرها, قديش حجم الشغل السنوي سواء بالدولار أو بالريال القطري. واللي بعده, ما هي الآلية اللي ممكن تتبعها وتطورها كل مرة عن المرة اللي قبلها عشان تقدر أنت أصلاً كأكزيكتيف مانجر أو عندك بيزنس ديفلوبمنت مانجرز إنه تحصل على حجم شغل أكبر وماركت شير أكبر في كل سنة تسيء عن السنة اللي قبلها. شو آلية تحصيل الدفعات اللي ممكن تكونوا بتتبعوها عشان تأفويد المشكلة الموجودة في الماركت اللي هي الكل بتأخر في الدفعات تبعه. شو الآلية اللي كنت تتبناها لحتى تبني الأفرقة اللي انت بتحتاجها للقيام بالعمل في المشاريع اللي انت بتقدر تأخذها
في دولة قطر، وكيف ممكن هذا الشيء اللي انت بتعمله يؤثر على العقلية اللي بتشتغله فيها، ويؤثر على الفريق اللي موجود عندك، ويؤثر اصلا كمان على الفيز او البادجت اللي ممكن تطلبوها من الكلاينتس تبعونكم على الشغل، وهذا بالتالي اكيد راح يأثر كمان على حجم الشغل والماركت شير اللي بتتاخدوها وطريقة الادارة والى اخره. بما انه انتوا اساسا كنتوا من بعض الاليات اللي بتتخذوها او اللي بتشتغلوا على اساسها انه انتوا تشتغلوا مع فيرتشوال تيمز او بتشتغلوا مع اوفرسيز تيمز، فانتوا كيف ممكن انه او شو الالية اللي ممكن كنتوا تتبعوها لادارة الفيرتشوال تيمز باحسن طريقة ممكن؟ بما انه عم نشتغل مشاريع متذبذبة ومشاريع في ماركت ups and downs، فشو الآلية اللي ممكن كنت تتخذها في الهايرينج والفايرينج في الشركة اللي تشتغل فيها؟ طيب شو الآلية اللي كنت تتبعها يا جاسر في التواصل مع الكلاينتس تبعونك either قبل الشغل او خلال ما تاخذ المشروع او خلال عمل المشروع او حتى بعد ما تاخذ المشروع، لحتى تحصل على فيدباك تحاول انه تكون positive في كل مرة بتاخذ فيها هذا الفيدباك؟ On the other hand، شو الآلية اللي بتتبعها لما يجيك أصلاً negative أو very negative feedback either على deliverables أو على teams أو على service أو على products أو whatever من أجزاء العملية الكاملة اللي بتشتغل فيها في الشركة؟ شو هي الآلية اللي بتاخذها في بالك والخطوات اللي بتعملها لإرضاء الكلاينتس تبعونك إذا ما كانوا راضين، وضمان رضائهم إذا كانوا أول مرة أنت بتشتغل معهم، و رضائهم الدائم والعودة لإلك يشتغلوا معك ويعملوا ريكومنديشن لشركات تانية يشتغلوا معك؟ شو هي استراتيجية الجروث والإكسبانشن اللي ممكن تكون عم تتبعها لحتى أنك أنت تضمن الجروث الاستراتيجي تبع الشركة المطلوب منك؟ شو هي المانجمنت استراتيجي وشو هي الكواليتي مانجمنت استراتيجي تبعك؟ وشو هي الاستراتيجية اللي تتبعها لضمان الكواليتي تبع الانجينيرينج باكيجز اللي أنت فعلياً بتسلمها ليور كلاينتس؟ كمان سألني عن other two strategies أو حكينا بـ other two strategies، الـ building information management strategy والـ organizational strategy اللي بنشتغل على أساسها، وكيف بنشتغل على تطويرها، وكيف نرجع بنزورها، وشو هي الـ KPIs اللي إحنا بنشتغل على أساسها، وكيف نظل نطورها every now and then لحتى تتماشى مع الماركت وتتماشى مع الوضع اللي إحنا بنشتغل فيه وتتماشى مع رؤيتنا نحن لهذه الشركة. أهم خصائص التيم اللي أنت بتشتغل معه، وما هي التيم رولز وريسبونسابيلتيز وهايراركي في معظم المشاريع اللي اشتغلتوا فيها سواء في البيم او في الانجينيرينج او في الديزاين او في الكونستراكشن، سواء كان في الكونسلتنج او في الكونتراكتنج، لانه احنا كمان كنا نشتغل مع كونتراكتر كسيستر كامباني في الشركة اللي كنت موجود فيها. ومدى معرفتك بقوانين ضريبة الدخل، مدى معرفتك بقوانين التراخيص، مدى معرفتك بقوانين تجديد التراخيص وإلى آخره، هذه من المواضيع جدا اللي تناقشنا فيها كاثنين عم بفتحوا باب انهم يشتغلوا مع بعض، وغيرها كمان مواضيع تانية مثل قوانين العمل والعمال، وسؤال انه اذا اشتغلنا مع بعض وكان الفيدباك بوزيتيف واتفقنا كشخصين راح نكون لتسي بارتنرز في شركة واحدة، شو هو المطلوب منه هو كشريك عشان يكون إضافي على الشركة؟ وطبعاً أنا سألته شو بتقدر تقدم لي أنت كشريك في هذه الشركة؟ وبعد هيك كمان فتحت معه باب شو هو الشيء المطلوب من جاسر اللي أنت عم بتدور عليه اللي مش موجود عندك أو اللي مش قادر تعمله كشخص عم بدير شركته الخاصة، ليش بده يدخل معاه شريك في هذه الشركة؟ وإذا تم وصار ودخل جاسر معك على الشركة، فكيف راح يتم تقسيم النسب مثلا؟ هل راح يكون في سلري ولا ما راح يكون في سلري؟ هل راح يكون في نسبة ولا ما راح يكون في نسبة؟ هل راح يتم تسجيل جاسر في الشركة أوفيشالي على الورق ولا لا؟ هل راح يكون جاسر مخول بالتوقيع ولا لا؟ هل 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 مجموعة أسئلة كثيرة طبعا، ولغاية الآن لسه في مواضيع كثير لسه بنناقشها، ولسه النقاش مفتوح وما انتهت اللقاءات بينه وبينه، ولساتنا عم بنرتب لقاءات أخرى. يمكن اجتمعنا لغاية الآن 3 أو 4 مرات، يس 3 أو 4 مرات، وهذا الحكي بلش من I think شهر 6، يمكن من شهر 6 لغاية الآن عم نجتمع هاي اليوم نحن بشهر 9، بس عم بندردش وبنقعد نشرب قهوة مع بعض وبنشوف شو اللي ممكن يصير، بنترك الباب مفتوح وبنختفي شوي عن بعض وبنرجع نتناقش مرة ثانية في الموضوع. كل هذا طبعا لأنه أنت ما راح تيجي خبط طب ولا أنا داخل شريك في شركة معينة، هو من جهته ما راح أجي خبط طب ولا أنا مدخل معاي حدا شريك على الشركة. ولسه زي ما حكيت لكم كملين، وإن شاء الله خير، فدعواتكم وسلام.